اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم عبر صباح الشروق. امنيه الصحه والعافيه للدكتور عبد الكريم الكابلي. نتواصل معكم مشاهدينا عبر هذا الصباح وعبر هذا الدفق والمد الصباحي، ونسعد جدا انه ينضم الينا عبر خط الهاتف الدكتور صالح محمد عبد الله، رئيس الفهرس العربي الموحد. وهذا الهاتف وهذا اللقاء عبر خط الهاتف بمناسبه مؤتمر ويوم تفاكري على الفهرس العربي الموحد واللقاء الثاني. دكتور صالح اهلا بك، واسعد الله كل اوقاتك بالخير. اهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات، صباح الخير. مرحبا بك. وعندما نقول بهذه اللغه البسيطه وهذا المصطلح الفهرس العربي الموحد، ماذا نعني يا دكتور؟ طبعا الفهرس العربي الموحد هو مشروع عربي نشأ في المملكة العربية السعودية، مقر الرئيس الرياض، وهدفه حصر المعرفة العربية في قاعدة واحدة وإيصال الباحثين إلى كنوز المعرفة العربية من خلال أحدث التقنيات وخاصة شبكة الإنترنت. وطبعا الفهرس العربي الموحد يعمل مع المكتبات العربية من المحيط حتى الخليج، أعضاؤه تقريبا مع جميع المكتبات العربية في الدول العربية، ويساعد المكتبات العربية في تطوير قواعدها البيبليوغرافية وأيضا المكتبات الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية. وأيضا له باع في التدريب، فأقمنا مئات الدورات التدريبية في الدول العربية جميعها من خلال الدورات المباشرة، أو أيضا باستغلال شبكة الإنترنت لرفع المستوى العاملي في المكتبات العربية إلى مصاف مبرئين في أوروبا وفي أمريكا. وكان آخر دورة أقمناها هنا في جامعة الزعيم الأزهري بالتعاون مع المكتبة الوطنية وأيضا ائتلاف المكتبات الأكاديمية، وحضرها 177 شخص مختص ومختص من جميع أنحاء جمهورية السودان، واستفادوا من هذه الدورة في تعريفهم وأكسبوا المهارات الدولية، أحدث المهارات العالمية في هذا المجال. وهذه الدورة هي الدورة العاشرة التي أقمناها في السودان، واستفاد من دورات الفهرس العربي الموحد أكثر من 1500 مفهرس ومفهرسة ومختص ومختصة من الإخوة السودانيين والسودانيات. والحمد لله الفهرس له أثر جيد في توطين التقنيات الحديثة وتعريف العاملين بأحدث المهارات وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال. نعم، يعني كنت ساتساءل عن هذا الأثر من خلال أفضل المهارات من خلال عملية التدريب التي تتم عبر هذه اللقاءات. نجيب على هذا التساؤل، وأيضا أردف لك القول أنه اليوم تحديدا اللقاء التفاكري هو رقم 2 أهم الموضوعات، وإضاءة واسعة وشاملة عن هذا اليوم. طبعا يعني هذا الهدف من هذا اللي هو اللقاء الثاني التفاكر الثاني. نعم. الذي عقد بالتنسيق مع المكتبة الوطنية وأيضا مع ائتلاف المكتبات الأكاديمية السودانية. صحيح. وبجهد كبير من دكتور إبراهيم عثمان الأمين العام للمكتبة الوطنية، وأيضا الدكتور فضل عبد الرحيم المدير التنفيذي لائتلاف المكتبات الأكاديمية، وأيضا أقيم في جامعة الزعيم الأزهري وفيها ما شاء الله إمكانات ممتازة لإقامة مثل هذه الفعاليات. الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين الفهرس العربي الموحد والمكتبة الوطنية وجميع المكتبات السودانية في هنا، وبالتالي كيف يمكن أن تستفيد المكتبات السودانية من الخدمات التي يقدمها الفهرس العربي الموحد، وعلى رأسها مشروع الفهرس الوطني السوداني الذي عملنا بجهد حثيث مع المكتبة الوطنية لإنشاء فهرس وطني سوداني يتكون من فهرس يدل على جميع مقتنيات المكتبات السودانية، وأيضا البيبليوغرافيا الوطنية، وأيضا مكتبة رقمية سودانية تحصر مستودع رقمي لجميع الأوعية الرقمية التي يمكن أن تستضاف في هذا المستودع، وأيضا متاحة للباحثين في جميع أنحاء العالم. وهذا طبعا يعني سيكون ان شاء الله اضافه متميزه للمؤسسات المعرفه والمكتبات في السودان، بحيث تمكنها من الاسهام الفاعل
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان. نعم نعم دكتور صالح، أنا ذكرت التعاون الكبير ما بين عدد من المؤسسات، تحديدا جامعة الزعيم الأزهري كواحدة من مؤسسات التعليم العالي وهي المعنية بهذا الأمر حال على عدد من مؤسسات التعليم العالي وأيضا المكتبات، المكتبة الوطنية وما إلى ذلك. هل سيكون هناك انفتاح على مؤسسات أخرى مثلا مثيلات من جامعة الزعيم الأزهري، جامعات وكليات أخرى ومعاهد أخرى، أم كيف تنظرون إلى الانفتاح على مؤسسات أكبر وشراكة أكبر وتنسيق أكبر في المستقبل القريب؟ هو طبعا التعاون قائم بين المكتبات الأكاديمية. عندنا عشرات المكتبات الأكاديمية الآن في الوقت الراهن هي أعضاء في الفهرس العربي الموحد. نعم. وأيضا أمس كنا في زيارة إلى دار الوثائق القومية، وغدا سنزور أيضا المتحف الوطني، وكل هذا في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات المعرفة بحيث يعني يستطيع الباحث الوصول إلى الكنوز الموجودة في كل مؤسسة من هذه المؤسسات. فلدينا تعاون مع الجامعات مثل جامعة الميلين والجزيرة وجامعة القرطوم وغيرها، طبعا كافة الجامعات السودانية، وأيضا نريد أن يمتد التعاون إلى المكتبات العامة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، وأيضا المكتبات المدرسية التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، والمكتبات المتخصصة التي تتبع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة. فنحن هدفنا أن يكون هناك شبكة تضم كل المكتبات في السودان وحتى في الدول العربية الأخرى، بحيث يعني يمكن للباحث الوصول بكل سهولة ويسر إلى ما تحتوي وتقني هذه المكتبات من كنوز. نعم، لكي يطور مجال دكتور صالح لابد من تقييم الوضع الذي أنا فيه الآن. هل هناك تقييم لحال المكتبات، لحال ما وصلنا إليه من خلال هذه العملية ومن خلال عملية الفهرسة المعمول بها الآن؟ طبعا يعني أنا مسرور جدا لحماس المختصين في المكتبات السودانية، وهم الأساس، العنصر البشري هو الأساس في عملية التطوير. فهناك يعني حرص شديد جدا على حضور الدورات التدريبية واكتساب المهارات الدولية العالمية في مجال تنظيم المعلومات وفي مجال إدارة المكتبات. هذا هو العنصر الأهم بالنسبة لي. أيضا توظيف التقنيات، ويعني أنا شاهدت زرت يعني عدد من المكتبات السودانية، مثلا المكتبة الوطنية، جامعة الميلين، جامعة الجزيرة وغيرها من الجامعات، زرتها بالفعل مركز الفيصل، وجدت أنه في توظيف جيد للتقنيات وحتى استخدام الأساليب المفيدة، مثلا النظم المفتوحة المصدر ومستودعات إنشاء مستودعات رقمية، وهذا طبعا تحول مهم جدا. وفي هذه في زيارتي هذه شاهدت ايضا حماس شديد جدا في ظل التحولات التي تحصل في السودان الى تكوين مجتمع معرفي جديد بخطط جديده وكذا، وهذا طبعا يعني شيء يسر، وانا اتوقع انه خلال 5 سنوات القادمه سيكون بالسودان إن شاء الله احسن، في وضع ممتاز جدا فيما يتعلق بتطوير مجتمع المعرفه. نعم، اذا على عجاله دكتور صالح اترك لك في الختام المساحه لكلمات ورسائل اخيره. طبعا انا يعني اشكر الاخوه الذين يعملون بجهد كبير وبجد، وعلى راسهم الدكتور ابراهيم عثمان في المكتبه الوطنيه، دكتور فضل عبد الرحيم، وعمداء المكتبات الجامعيه، وايضا المسؤولين عن دار الوثائق والقوميه المتحف الوطني، يعني الاحظ جهود كبيره جدا. فانا الحقيقه اتقدم لهم بالشكر الجزيل، ونحن ايضا ايدينا مفتوحه للتعاون مع كل هذه المؤسسات. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور صالح محمد عبد الله رئيس الفهرس العربي الموحد، سعدنا جدا بك عبر الهاتف عبر صباح الشروق. اذا مشاهدينا الاعزاء، كان هذا كما ذكرت الدكتور صالح محمد عبد الله رئيس الفهرس العربي الموحد، وفي طريق التنميه المستدامه يمضون بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ومع المكتبات الوطنيه وكافه الاجسام المنوط بها العمل حول هذا المجال. يتزامن هذا اللقاء التفاكري الثاني مشاهدينا الأعزاء للفهرس العربي الموحد مع اليوم العالمي للغة العربية 18 من ديسمبر، لغة الضاد ثاني لغتين كانت هي الأولى، هي الثانية التي تكتب من اليمين لليسار، كل اللغات في العالم يمكن تكتب من اليسار اليمين إلا لغتين، اللغة العربية نعتبرها هي اللغة الأولى في ذلك، ولا يكفي أنها لغة أو لغة القرآن الكريم. نتابع. يا
يا لغة منامعها المسيح تباهى الحرف فيها والخليف يا لغة كسال الذكر أجدا وفي تبيانها انهال المديح يا لغة منابعها الفصيح تباهى الحرف فيها والقريح أيا لغة كساها الذكر مجدا وفي تبيانها انهال المديح كتاب الله فوقها بعز قريش من أقاربه تفوح فإعجاز بليغ في رباها وللمختار تاريخ يبوح فأي مكانة سمقت بذكر لها ألق وفي العليا تلوح سنفخر يا حبيبتنا نباهي نحلق للمدى وبه نسيح يا لغة منابعها الفصيح تباهى الحرف فيها والقريح حكاية فخر وعز ومجد.